بيتي كوكو سكا الحديرة الكبرى، يلا جيبوا ورقة وستيلو وما تنساوش الخشيبات. أشهد يا كري غلاتي مساكن، يلا طون طون جيدو غرس ليهم شجرات الأملو. ونادى سيادي دشن القطار تاع الجلفة، قطار الجلفة اللي هضرنا عليه هادي واحد اليومين. ساعة دق دقوه دق دقوه يا محاينك، دق دقوه يا جدك. قطار الجلفة على مزينات وقال القطار سريع ويا المروكي كحل، وموتوا بالقنطة وموتوا بالغيرة. أنا صراحة علقت السيروم صافي، جاني الضغط خصوصا اني شفت تبارك الله ما شاء الله قطار تاع الجلفة السريع. وهو صراحة هذيك النافيطة ديالنا خيطي بيطي زيطي ديال قنيطرة كازا أسرع منه، ولكن هاني كري غلاتي اللهم يتلها ويفرحونا بقطار الجلفة ولا يصدقوا حاسديننا حنايا على البوراق. ومع ذلك ما عندهم زهر كري غلاتي، والله ما عندهم زهر مسكنات، باقين ما كملوش. يلاه الله أكبر عمي تبو دق دقوه شوفوا. هذا التران تاع نقل المسافرين، شو الزجاج كاع مضروب، الزجاج كاع مضروب. دوك هذا الشعب هذا يرحم باباك، منين راهم يخرجوا هادو ما براهاش، منين راهم يخرجوا؟ ها هو ما كان حتى زجاجة سالكة. هذا الشعب هذا ياك، هذه المصلحة تاع الشعب، هذه منفعة تاع الشعب على يكسروها. والله ما فهمت هذا الشعب كي منين خارج. والله الا كان على مزيناته هذاك قطار الجلفة، علاش جوارينا علاش ما كتخليوش خاوتكم يفرحوا؟ انا شاكة الحجر باش ضربوا قطار الجلفة جاي من المروك، حجر مروكي يا محاينك. نحيدو من عند طونطون جيدو ونرجعو للمغرب. يا اختي كنا جالسين حتى طلع واحد من دوك الانفصاليين ديال تحيا جمهورية الريف وداكشي، طلع كيفرش الاوراق ديالو تاع خاوتو. قال لك ما شافوهمش مني كانوا كيسرقوا، شافوهم مني كانوا كيتحاسبوا. المهم بيناتهم شي بريكول ما تفاهموش عليه، ايوا وبداو كيفرشوا بعضياتهم، حطوا بعضياتهم في السطل اللي جاي طل فرشوا الهيدوره. سمعوا جيا وسط مع محمد هاني، قلت ليه ودي غنهبطوا حنا نديروا معك، قال لي غنديروا صفقه اعلاميه سلطان وتفاهمنا على اساس ان عندي جوج، عندي معاهم جوج خدمات غنتواصل مع هاد الجهه، ماشي مع شي حاجه سميتها الشعب ولا القناه الدوليه. حيت محمد الهاني جا لي راس، جا لي من الاخر، قال لي هذا جهاز المخابرات، وحيت انا اللي نعرف مع من كنتعامل. انتوما بلاتي راه ما كاينش غير هذا، كاين حتى واحد التسجيل اخر حطو هاد السيد نيت ديال برلماني ششائري، كيقول له انا المهم عندي هي هذيك الرايه تاع الريف، الرايه صدقات ساويه الثمن. نسمعوا دابا البغلماني الششائري اشنو كيقول. سمع عليه وطلع وتمركن عليا وصبني وعايرني، قول لهم دابا انا محمد هاني انا لا ما جاوا ما كنعرفوش. لا هذا معاك، شوف هذاني معاك، هذا الرايه الريفيه اللي تهمني، هذوك ما يخلطوا مع الجهه. الرايه الريفيه اللي كتهمني، هذا برلماني ديال الجزائر، القاضيه الرايه الريفيه هي اللي كتهمني. اسمع سعيد هذا مخلط، حنا خدمنا مع الرجال والجهه اللي نعرفوها، وقلت لك انا اللي الزعيم هو سلطان، ما ندير الظروف اللي نمروها، انا نعرف سلطان ما نعرف حتى واحد اخر. اللي راهم يديروا الجماعه اللي كتخرب لنا مع سعيد، هذوك هما اللي يخلطوا، حنا خاطين عليك، انا نعرف انسان واحد زعيم هو سلطان. قال لهم حبس، لا غديه جابوا يصورونا، قال لهم محمد ستوب، جابوا الكاميرات وجاو. قال لهم محمد ستوب، مشيت علاش تفاهمت معاكم؟ دارت لي نطران في الراس، قلت له احمد شو واقع؟ قال لي سمع كل شيء على ودنيك. قال لهم انا ما شفتش علاش تفاهمت معاكم، انا تفاهمت معاكم غادي نهبط انا ويهبط محسن ويهبط في الارتلال 30000 اورو، وانا غناخذ 10 ونعطيهم 20 وعاد تخلصوني انا. عاد انا فهمت اش واقع السي سعيد بارسا، فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ عاد انا فهمت اش واقع، عاد واحد من المخابرات نطق مع احمد تناقش هو وياه، قال له واش انت ما موضحش لصحابك؟ ايه الريف اللي ماتوا على ودو الرجال واللي تغربوا على ودو اسر ايامات اسبانيا، دابا ولاو شي وحدين كيبيعوا فيه ويشريو وكيجبدوا مولاي محمد. لا جات على خاطركم في البيعه والشريه ديالكم والتصمصيره مع جوارينا؟
بلا ما تبداو تستشهدوا باقوال مولاي محمد، حيت كون كان باقي حي كون عاود ليكم الترابي. لا صراحه بيبا برافو ليكم، مطورين فلوس الغاز في الجيب رغم الصعوبات، وبوصبع مسكين كيجي يسب فينا فابور. المغبون انت شوف دابا هما خاوتك المراريكه مشاو داروا بريكول تاع جمهوريه وهميه مع جوارينا، اختي شي خدا 50 مليون شي خدا الديور، وانت يا ولد المغبونه ما خديتي حتى لعبه، راك تجي تسب فيا غير فابور. ها انت بوصبع المغبون هما كيفتحوا اللايف ويبقاو يا الحياشه يا المراريكه يا الخوانه شنو المستوطنين، وكياخذوا 50 مليون وانت المغيبين، انت ولد المغبونه كتجي تسب فينا فابور نهار كله حلاق مك خارجين في اللايف فابور. فلوس الغاز اداوها للصماصريه وانت يا ولد المغبونه. هاك رغلاتي والله ما عندكم الزهر، انتم حتى فلوس الغاز راها في الجيب نتاع المراريكا اللي لاجئين في اسبانيا وبلجيكا. وانت يا بقى شاد ليا الطابور، ما كاين لا عدس لا حليب لا سميد من قطار الجلفه اللي كنتو معقدين عليه الامل دقدقوه يا جدك. انا في هاد البيعه والشريه كامله بقى فيا غير بونيف مسكين، ما خلى سمك شبوط، ما خلى ولاد بوسبير، ما خلى ما قال. نهار اللي دار عمي تبون العراضه لدوك الاعلاميين وداكشي ما عرضش عليه، تطبيصيل ديال السكران طايح في الدروج ما قدرش يرسلوا ليه يقولوا هكا بونيف هاك حلاوتك طبصيل تاع السكران طايح في الدروج ما تصفروهش. تاني فرق عليهم الايفون 14 ما عطاش البونيف، خلاه مسكين حلاق مو خارجين ويبكي في اللايف يقول لهم انا ما عطاونيش الايفون 14. يفتح مسكين لايف في تيك توك يسدوه له المغاربه المراريكه كيسدوا له اللايف ويجيو يشوف كيما قال هو المتنمرين تاع المغرب يوصلوهم الاسود والدلافين، هو مسكين توريضة عازينها فيه يضل يشكي. سمعوا ابي عامين وانا ما خلاو لي عرض ما خلاو لي شرف نرمد في النار في المعركه هذه، ودائما واقف الصف الاول تاعها نتلقى رسائل التهديد من المعايير الدنيا، وليت ربما اكثر شخصيه في العالم تعرضت لهذا التشويه على اجل بلادي. بينما نشوفوا حنايا المتنمرين نتاع المروك اللايفات نتاعهم عدد المشاهدات مرتفع، الهدايا ما نش عارف كيفاش، على كل حال هذا شيء ما يخصناش ما يهمناش، ولكن رانا نشوفوا في رشوه عيني عينك، يعني رشوه يعني اسود ودلافين ومانيش عارف نجوم وكذا، تشوفهم هما يتكلموا يعني يسبوا في الجزائريين، يزيد يدوا الهدايا ويزيد التيك توك ما يدير لهم والو. وحنا الجزائريين ندخلوا تجيب يا ربي 50 مشاهد ولا 40 مشاهد من بعد تبدا التبليغات ومن بعد يغلق لك. دابا هاد البيعه والشريه طاطا الجيه اصلا ما سايقاش ليها الخبار، الملايين المماليانه والملاير المملياره كتشتت حداها وهي ما جايباش للدنيا خبار. الملايين المماليانه لهذوك تاع الجمهوريه اللي باغيين يديروا في الشمال، والملاير المملياره عند اغلى لاعب في افريقيا بن بطوش بطاطيشو. فهاد الحيحه اللي نايضه كامله نتمنى دوك اللي مزرفين وغاديين غير تابعين يفيقوا، حيت كيتباعوا وكتشراو سومتكم وسومت هذيك الارض كامله ولات 50 مليون. ايه زيد عليهم حتى هادوك ديال اسقاط التطبيع او اسقاط النظام اللي خرجوا لينا من الجنب حتى هما، وشي وحدين تابعينهم ونبعدوا من الخوانه ورجعوا عند جوارينا كري غلاتي لقاو فيهم الجمل مجملين. ما بقاش نقول لهم كري غلاتي، نقول لهم كوكوم جملاتي كوكوم جرداتي مجريباتي الجمل يا جدك. شوفوا وفي أرضها حول تزايد عدد حالات القمل في العديد من المؤسسات التربوية. قالت وزيرة التربية نوريه العبريت أن القمل ظاهرة عالمية وليس لها علاقة بالنظافة داخل المؤسسات التربوية. مؤسسة الصحة والقمل إذا يعني تراشي لها موجود على المستوى الدولي، هذه الظاهرة موجودة في كل المؤسسات وتحتاج إيفيدامون باش ناخذوها بعين الاعتبار باش ما يكونش
كري غلاتي تاع فرنسا فرنسا مقردين فيهم القراد، وكري غلاتي تاع هوك مقملين القراد والقمل، ويجي يحل فمو على سيادو. آهين يا كري غلاتي يا لالالو، آهين يا مقملاتي يا لالالو. انا قررت بما ان كريغلاتي مقملين فانا غنعطيهم مجموعه من الوصفات باش يحيدوا القميله. الدخول المدرسي يعني نقولوا بلي القمل اللي ينتقل بين التلاميذ والاولياء يحيروا يحصلوا كيفاش يتخلصوا منه، باش تكونوا عارفين بلي القمل ما يصوتش، القمل ينتقل من راس للراس من تلميذ لتلميذه، كي صحابات يتعانقوا يتقربوا رصانهم من بعضهم، الاشياء يستخدموها بين بعضهم، كيفاش نتخلصوا منه نتهناو. اول حاجه ابتعدوا عن الخلطات، الخلطات هذوك اللي تلقاوهم، لازم لكم شامبو مع لوسيون، لازم تشروهم كيف كيف، لازم للزوج. من بعد تحكموا الشامبو تغسلوا به شعر بولادكم، من بعد تحكموا ديروا لوسيون وتغطوهم مليح بالسيلوفان وتخلوه مده 2 سوايع حتى 8 سوايع، اذا كان بزاف خلوه حتى في شعرهم، المهم اقرب العلبه. من بعد تغسلوا شعرهم وتجوزوا بالمشط اللي يجي مع الشامبوان واللوسيون اللي يجي معاهم، تمشطوا مليح الشعر تكرطوا بهذه الكراطه. من بعد كي تكملوا تحكموا بالليسوغ، لازم الليسوغ تجوزوا عليه كامل حتى ذاك البيض كامل يتحرق، باسكو لو كان كري غلاتي. نصيحه فيرمو قال معناتهم داك الشيء تاع الديكاباج، شوط لكم الشعر وليتي كتلقى السيده الشعر صفر ومن التحت داير بحال الكباله، فيرموغال غادي تقوي الشعر وفي نفس الوقت غادي ترطبو لكم وغتحيد لكم القميله بخك بخك. الله يجازيكم بخير، ضربوا لي الفقد في طاقة علجية. هاشتاغ كل تضامن مع بونيف، كلنا بونيف لانه حقغوه التحقر يا جدك. يلا هكري غلاتي خليت لكم الراحة، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.